حياكم الله مشاهدينا الكرام، بعد ما شاهدنا جمال وعظمة الخالق نتمنى أن تكون نفسيتكم الآن هادئة ومستقرة، وتكون قلوبكم إن شاء الله خالية من كل هم وغم. إذن مشاهدينا الكرام، الألوان أيضا لها فد راحة نفسية لكل إنسان، يعني سواء أنا خل أتكلم على بيوتنا أو على الأماكن اللي نتواجد فيها ضمن العمل حتى بالمدارس، يجب أن يكون اختيارنا للألوان اختيار دقيق. أكو ألوان تهدئ النفسية، أكو ألوان بالعكس تساعد على الغضب السريع، أكو ألوان تخليك تشعر بالأمل والراحة. إذن يجب أن يكون اختيارنا للألوان اختيار دقيق جداً. يعني كل الألوان جميلة، كل إنسان له فد اختيار معين للألوان. اليوم اختارينا لكم ثلاث ألوان، وكل لون له فد صفة معينة وله ارتباط وثيق جدا بالحالة النفسية. راح نبدي وياكم باللون الأزرق. الأزرق يساعد هذا اللون في السيطرة على العواطف ويخلق شعور بالاستقرار النفسي، والأهم من هذا يعمل كمهدئ للأعصاب، وقد ثبت ذلك من خلال تجارب على أطفال عدائيين وسريعي الغضب. وضعوا في صف دراسي هؤلاء الأطفال السريعين الغضب والينفعلون، والمثل ما نقول الوكحين بمصطلح عام، وضعوا في صف دراسي طليت جدرانه باللون الأزرق. مع مرور الوقت تراجع مستوى عدائيتهم بشكل ملحوظ. إذا مثل ما احنا مثل مرات ناخذ أدوية تهدئ أعصابنا وتريحنا، اللون الأزرق يعمل كمهدئ للأعصاب، فيجب أن يكون ضمن البيت وضمن العمل اللون الأزرق متواجد. راح ناخذ فد لون لاخ، اللون لاخ هذا جميل جدا، هو لون الأصفر. طبعاً هذا اللون يرتبط أكيد بالشمس وسطوعها، لذلك له تأثير قوي جداً على الصحة النفسية. احنا ندري الشمس لها فد أكيد فد تأثير مباشر على صحتنا النفسية، وأيضاً اللون الأصفر يعزز الشعور بالفرح والسعادة وينشط كذلك عمل الدماغ، كما يحفز على الإبداع في حال القيام بعمل يحتاج إلى التركيز. ولهذا احنا خالين هذه الفازة الجميلة ونزينيها باللون الأصفر. وأيضا من الألوان الجميلة والألوان اللي تبعث الهدوء والراحة النفسية هو لون البنفسجي. طبعا أنا من عشاق اللون البنفسجي. خلينا نشوف اللون البنفسجي شنو دلالته. يساعد هذا اللون أيضا على الإبداع، فهو مزيج من الأحمر والأزرق، يعني إذا جانسنا اللون الأحمر والأزرق راح يعطينا اللون البنفسجي الجميل، وبالتالي يخلق توازناً بين التحفيز والصفاء، كما توفر الإضاءة البنفسجية حالة من السلام وتخفف التوتر، لذا يمكن استخدامها في المنزل أو العمل. بعض غرف النوم يعني لو نخلي اللون البنفسجي مثل ما قلنا يعطي فد راحة، يعطي فد سلام، يعطي فد استقرار للنفس. إذن الألوان كلها جميلة، وكل إنسان مثل ما قلنا هو مخير باختيار ألوانه، سواء اللون الأزرق، الأصفر، البنفسجي، الأحمر، كل الألوان جميلة جدا. وهذا أندل على شيء أكيد يدل على أن كل إنسان له طبيعته، لكن خلي نركز على هاي الثلاث ألوان اللي هي الأزرق والأصفر والبنفسجي لما لها من تأثير وطاقة إيجابية. خلي تكون هذه الألوان متواجدة في منازلنا، في مكاتبنا، في عملنا، حتى في المدارس، يعني حتى مثلا نولد فد شعور جميل داخل الصف، ويكونون الأطفال مسالمين، وكذلك هؤلاء الأطفال اللي ما يركزون من خلال هذه الألوان راح تساعدهم وتعطيهم فد طاقة إيجابية حتى يركزون على درسهم.